أهلا وسهلا بكم. نحن الآن في حديقة المغرب، وبالضبط في شلالات أجاي. موضوعنا اليوم ليس الجمال ولا الطبيعة، اليوم لدينا سؤال فقط: من أين تأتي هذه المياه وكيف تصل إلى الشلال؟ الجواب سهل، تأتي من هنا. ألم تصدق؟ نعم نعم، أنت لم تصدق. إذن تعال معي كي ترى بنفسك. ركبنا السيارة وانطلقنا مباشرة باتجاه موقع وسط مدينتي صفر والبهليل. مررنا بين الجبال صعودا ونزولا إلى أن وصلنا إلى مكان ركننا فيه السيارة وأكملنا السير على الأقدام. دخلنا بين الحقول وتفاجأنا بطيبة الفلاحين وسكان هذا المكان الجميل، سكان كل أحلامهم وأهدافهم معلقة بجريان الوادي. إن كثرت محاصيلهم وشبعت أغنامهم ودوابهم، هذا كلام كان على لسان أحد سكان هذا المكان. أكملنا الطريق إلى أن وصلنا إلى المكان الذي تنبع منه الحياة وتسقى منه حديقة المغرب. نعم، إنه القلب النابض للمدينة، منبع وادي أجاي. هنا أمامكم على الصورة مدينة صفر، وهنا المنبعان رقم 1 ورقم 2، يبدوان أنهما صغيران ومياههما قليلة، لكن في الطريق التي يسلكها الوادي هناك العديد من العيون والمنابع التي تساعده على اكتساب القوة وتجعل مياهه كثيرة. فالحمد لله على هذه النعمة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وأن تترك لنا تعليقا وإعجابا. دمتم في رعاية الله. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.